كرة القدم بالحارة مع الجيران وولاد الخالة وولاد العمة هي أكبر مدرسة كروية للإنسان. هي أول مكان مارسنا فيه شغفنا الكروي. أهم شغلتين فيها الطابة والجول، وقانونها الوحيد أنها لعبة بلا قوانين، كله عم يلعب مهاجم وما حدا بيعرف وين مركزه غير الحارس، وحتى في بعض أوقات بيكون الحارس مهاجم حسب القوانين المتفق عليها بين الخصمين، حارتنا والحارة الورانية. وشي مثل هيك كانت كرة القدم سابقا، كل دولة قانون شكل وما حدا فهمان على حدا شيء. برجعتنا لتاريخ ظهور اللعبة بمنتصف القرن التاسع عشر وبعد بشوي، يعني بالعصر الفيكتوري تحديداً، بديت ناس تتفرغ لتفكر وتحلل وتحط قواعد لضبط العشوائية الموجودة، وصار في ناس تانين تفكر بتطوير الرسم التشكيلي للفريق. يعني باختصار اللعبة ما صارت تشبه لعبتنا حتى عشرينيات القرن العشرين. كرة القدم نشأت على أسس الروح الرياضية بالمدارس العامة بإنجلترا، ومع بداية نهاية القرن التاسع عشر ما كان في أي تصور لفكرة التكتيكات المجردة والرسوم والتخطيطات اللي عم نشوفها اليوم. يعني لا كان في تيكي تاكا ولا كاتيناتشو ولا الكرة الشاملة ولا الضغط العالي، حتى ما كان في شيء اسمه 4-4-2 ولا 4-3-3 ولا حتى 4-3-2-1. كان في طابة وبيركض وراها الناس، شيء بيشبه تكتيك بيجيرينيو. لك حتى التمريرات والباصات ما كانت فكرة مقبولة أصلاً. أيام زمان كنا كتير حمشين وقوايا، كانت الأمور تنحل بالصدام والمراوغة والمكاتفة، شغلات الدفاع والتعاون هاي أمور دخيلة وما لها لازمة. بعصور جاهلية كرة القدم مثل ما اتفقنا نسميها ما كان في حارس مرمى، حتى عام 1870 يلي وقتها صار مركز الحارس مقبول وصار يلبس قميص بغير لون. أول لعبة جمعت بين ناديين، كانت بين نادي شيفيلد يونايتد أول نادي مؤسس بالتاريخ ونادي هالام بالشمال الإنجليزي. هاللعبة كانت معمعة كروية بامتياز، اللاعب بيمسك الطابة، هلا هو فعليا ما بيمسك، بيحطها بين رجليه وبيركض، لك وبيضل بيركض، بيركض لدرجة أنه لا الخصم ولا فريقه ولا الحكم ولا الجمهور بيقدروا يخلصوا إياها، والشاطر بده يحطها الجول ويصنع المجد منفرداً ويطلع لحاله ويزلغط العلالي. وفي سنة 1872 قامت أول مباراة دولية بين منتخبين إنجلترا وإسكتلندا بمنتزه هامدن بمدينة كلاسكو الإسكتلندية. هاللعبة مثل اللي قبلها بس بتفرع عنها شوي أنها كانت منقسمة بين شمال وجنوب، وكل مين عنده قواعده وطريقته الخاصة باللعب. منتخب انجلترا كان نازل بتشكيلة حارس مرمى وظهير، ظهير مساعد ومسدد للكرات، واربع لاعبين بوسط الهجوم واثنين على الجانب الايسر ولاعب على اليمين بتشكيلة 7-2-1. يعني باختصار كل الفريق عم يلعب هجوم. اما المنتخب الاسكتلندي كان افضل شوي من ناحية التشكيلة، اللي قال لك شوف لك عمي انا مالي انجليزي، انا ما بلعب بسبع مهاجمين، انا بدي العب بسته. وبالفعل الزلمه ما كذب خبر وراح لعب بست مهاجمين، لاعبين بالوسط واثنين بخط الدفاع، يعني بتشكيل 6-2-2. المفاجاه والصدمه كانت وين؟ لأن المباراه انتهت بدون اهداف، 13 مهاجم وبدون اهداف مباراه كامله. المنتخب الانجليزي كان متفوق بكل شيء على مستوى المهارات الفرديه، بس الشيء الوحيد يلي كان ناقصه هو التمرير يلي لعب فيه المنتخب الاسكتلندي. اسكتلندا لعبت بنفس الاسلوب يلي لعب فيه نادي كوينز بارك رينجرز، يلي قدر بعدين يدمج اسلوب المراوغه مع اسلوب التمرير وعرف وقتها باسلوب الجمع. ومن هون كانت انطلاقه كره القدم باتجاه تطور تكتيكاتها بالشكل التدريجي من الشيء اللي بنعرفه اليوم بالاساسيات حتى الشكل المعقد الحالي. انتشار اسلوب التمرير بيرجع لهنري ريني تيليور وجون بلاك بيرن، لاعبي المنتخب الاسكتلندي ويلي كانوا من رواده. وبالاسلوب نفسه فاز في فريق اولد كارتوزيانز على اولد ايتونيانز بنهائي كاس الاتحاد الانجليزي، ووثق اهميه الفوز والانتصار الكاتب سيلاس مارنر بصحيفه سكوتش امباير يلي قال فيها اي نادي وصل للواجهة كان تقدمه ساعد تخلى عن الخشونة ولعب بالتمرير المتقن والسريع. ولهون بتكون خلصت حلقتنا، انطرونا الأسبوع الجاي. سلام.